السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة بنت لالا نجيا. فيديو اليوم ما شاء الله أخواتي، كيف طلبتوا مني يعني بغيتوا أفكار بالنسبة للمشاريع، كن بغي يديروا مشاريع ولكن محتارين ما عرفوش شنو يديروا. نعطيكم الفكرة الأولى، كتاخدوا ملابس كيكونوا مستعملين يعني بطبيعة الحال غتاخدوهم رخاصين بزاف بثمن ناقص بزاف، كتجيبوهم كتفتقوهم تحلوهم كاملين الخياطة ديالهم. بالنسبة لي ما كتعرفش تخيط، ما كتعرفش تفصل عفوا، سواء كان راجل أو لمرأة. أنا كنتكلم، حنا الحمد لله حنا خوت مع بعضيتنا، يعني كلشي كيستافد الحمد لله. بالنسبه للثوب ماشي ضروري تختاروا نفس الثوب اللي كاين فيه، ممكن مثلا هذا الثوب ديال الخيط ممكن نتوما تعوضوه بالساتان ولا بالثوب ديال الشبكه ولا باي ثوب، يعني تنسقوا الالوان. هذه فيها الثوب ديال الخيط وفيها ليكرا. كذلك ممكن تاخذوا تنورات وغادي تخدموا على حساب الوقت اللي جاي، مثلا دابا المدرسه جايه خصكم توجدوا شي حاجه ديال المدرسه بحال التنورات بحال شوميز يعني قميجه، ممكن كسيوات، ممكن هكذا. وسمحوا لي ما حطيتش ديال الدراري، حيت بنفس الطريقه يعني نفس الطريقه اللي غادي تطبقوا بحال ديال البنات بحال الاولاد. بالنسبه لهاد الموديلات ما غاديش تحتاجوا تعرفوا اش من السن ولا اش من هذا، راه كيكون فيهم حتى المقاس، نتوما تخدموا على حسب المقاس اللي بغيتوا تخدموا عليه. بحال دابا يعني مدرسه جايه بطبيعه الحال، يعني اللي كيكونوا يلا غيدخلوا المدرسه او مثلا 8 سنين 9 سنين 7 سنين، المهم نتوما تخدموا على حسب الثوب اللي لقيتوه موجود عندكم. بطبيعه الحال لقيتوا الثوب ديال الكيلو مثلا واحد القطعه صغيره بزاف ما غاديش تفصل لكم شي موديل كبير، ممكن تستغلوها فساتين اللي كيكونوا صغيورين يعني بحال هكذا ديال الزياده. او ممكن مثلا عندك الثوب ديال الليكرا ممكن تخدموا فيهم بحال هادو، تخدموهم تخيطوهم كي تحتاجوا كيتعطوا كادو او مثلا يعني الناس كيشريوهم كيتحتاجوا. كذلك بالنسبه لهاد الكسيوات بحال هادو اولا فساتين، يعني مثلا عندك الثوب ديال الشبكه احيانا كنلقاو شي ثوب رخيص وما كنعرفوش شنو نديرو به، كنكونوا ديك الساعه ملي كنوصلوا لعند مول الثوب صافي كيمشيو لنا الافكار شنو كنا بغينا نديرو. يعني خذوا فكره قبل ما تمشيو لعندو تكونوا عارفين شنو بغيتو، ولا حتى الا مشيتو يعني اي حاجه تشريوها ما تسرعوش ما تزربوش، واخا يبان لكم الثوب رخيص بعض المره كنجيبو الثوب وما كيكونش صالح لديك الحاجه اللي حنا بغينا نديرو بها وكنضيعوا فيه. ممكن تخدموا حتى كنيدرات ديال الصيف كيف قلت لكم، واخا تكوني ما عارفاش المقاس ولا مثلا ما عارفاش تفصلي غادي تحلي ديك البياسه تحليها من الخياطه، بحال هاد كنيدرات ما تحتاجي تحليهم، فقط انك تطويهم على اثنان وتحطيهم فوق الثوب، راه ما كيديوش الثوب بزاف. ان شاء الله نتقاسم معكم شي وحيده. بالنسبه لهذه الفكره اللي عطيتكم اخواتي ديال الموديلات اللي كتجيبوهم وتحلوهم في الخياطه، فكاين معامل صغار وكنتمنى ان شاء الله راه كاين بزاف الاخوات اللي كيكونوا خدامين في معامل صغار، اكثريه كيديروا هذه الطريقه هذه. مثلا كاين اللي كيخدموا داكشي ديال القطن والملابس الداخليه مثلا، يعني بحال مثلا الشورت والدوني، كاين اللي كيسميه ديباردور، كاين اللي كيسميه توب، مهم على حسب كل واحد كيفاش كيسميه. يعني كي اللي كيديروا غير هاد الطريقه كيجيبوا الثوب ديال الليكرا وكيخدموا بحال هادشي ديال القطن ولا الليكرا، كيخدموا فيه غير هادشي هذا، سهل انك يجيبوا مقاسات مختلفين شويه وكيحلوهم وكيبداو يخدموا بهم. هادي القليل اللي كيبغي يقولها، الاكثريه راه هادي هي الطريقه اللي كيديروا الصراحه. كاينين اللي كيجيبوا شي واحده ولا شي وحده كتكون تعرف تفصل وهكذا كتعطي كدير موديلات مختلفين وهكذا، لكن الاغلبيه كيف قلت لكم اللي كيديروا هذه الطريقه، الاكثريه كيديروا هذه الطريقه. يعني مثلا الايامات ديال البرد البودي بيجاما اي حاجه كيجيبوا بهذه الطريقه كيخدموا بها، كيحلوا البياسه وكيعاودوا يفصلوا بحالها. كاين كذلك اخواتي واحد الفكره اخرى بالنسبه للبقايا ديال الثوب ولا الثوب ديال الكيلو، كيكونوا فيهم قطعات يعني ما كاملينش، ما يمكنش تخدمي فيها موديل كبير ولا يعني كبير شي شويه للبنيتات ولا الدراري. هنايا عطيتكم بعض الافكار، يعني مثلا كل قطعه تناسقي الالوان، يعني اللون اللي كيمشي مع هذا وهذه، المهم نتوما تكملوا من عندكم. انا وريتكم فساتين نتوما خذوا فكره، يعني كيكونوا من البواقي تقدروا تخرجوا موديلات سواء كانت تنوره او على حسب. هنا كذلك عندنا الغي او هاد الثوب اللي كيكون فيه هاد الخطوط هادو، اولا ممكن تكون حتى ديال الكاو، ملي كنلقاو هاد الثوب هذا اللي فيه الغي بعض المره ما كنعرفوش شنو نديرو به، وكيكون بعض المرات كيكون الثمن ديالو ناقص. ها نتوما خدوا فكره كسيوه او لا مثلا تنوره ولا شوميز ولا على حسب شنو نتوما اللي بغيتو تخرجوا حسب الموديل اللي نتوما بغيتو تخدموا فيه. بالنسبه كيف قلت لكم كل حاجه جبتوها غادي تشوفوا على حسب المستوى ديال التعلم ديالكم، شوفوا نتوما النيفو اللي عندكم ديال الخياطه، يعني مثلا واش وحده محترفه ولا مبتدئه، غادي تاخدي الموديل اللي تقدري انت تعاودي تجمعيه بالخياطه، ما تاخديش حاجه اللي صعيبه بزاف.
كل شي موديل اللي كيكون معقد شويه يعني صعيب في الخدمه باش تخيطيه، خدي شي حاجه اللي تكون سهله عليك تقدري انت تخيطيها. كذلك كاين هذه الفكره اخرى ديال فساتين ديال المناسبات ولا ديال عيد ميلاد، ولا تقدري تحتاجو كذلك حتى في حفله ديال المدرسه كيتحتاجو حتى هما ضروري. هاد المره كنلقاو شي تويبات مثلا توب طفطه اولا البروكار ولا على حساب، قدروا تخرجوا فيهم موديلات وكيتحتاجوا بزاف. يعني بعض المرات الامهات كيكون حفله مدرسه ولا كتحير الام شنو خاصها تبارطاجيهم هكذا في الواتساب ولا، وكتعرفوا بشويه بشويه. في الاول نصيحه تبداو غير في الدار من الاحسن، يعني ما تديروش المحل، تبداو في الاول غير في الدار وتقولوا هالناس اللي كتعرفوا بان عندي البيسات ها شحال العمر اللي عندي وها كيفاش وهذا، وتصيفطوا لبعضياتكم وبشويه بشويه. وكيبقى حاجه اللي مهمه بزاف، نصيحه من عندي اللي انا حاليا الحمد لله شخصيا كنخدم بهم بزاف. عندكم فيسبوك بزاف اللي خدامه به الحمد لله من الفيسبوك، يعني كتبارطاجيو في فيسبوك، كتلوحوا في فيسبوك والجروبات اللي على حساب المدينه اللي نتوما فيها، يعني لوحوا في الجروب اللي نتوما يعني على حساب المدينه ديالكم. بحال دابا مثلا حنا عندنا جروب تيزنيسيات يعني كاين هنايا على حساب، يعني كتجي سهله يعني غير كتلوح الفيديو كتسولك سيده في الخاص ولا هذا واش باقي عندك هذا الموديل، واش هادي واش كتخدمي هذا الموديل، وكاين الانسان كيتعرف بشويه بشويه حتى الا خدمتو شي حاجه واجده بارطاجيوها. انا كانوا عندي جليلبات صغار قفيطنات لقيت اللي كتكون الخدمه ما كايناش بزاف، حتى هاد القضيه زوينه بزاف يعني تخدموا فيهم شي حاجه تقليديه تخدموا فيه. فساتين كيف ما قلت لكم على حسب التوب اللي عندكم تخدموا الموديل اللي مناسب ليه، مثلا كيجيو رمضان او عيد ولا شي حاجه كيتحتاجوا حتى هما. المهم الحمد لله ما كنوقفش، يعني ما كنبقاش جالسه كنتسنى حتى يعطوني الكليان الخدمه، يعني ديما كنجبد من عقلي ونقلب على افكار اللي نخدم بهم الحمد لله. وكذلك حتى بالنسبه لما كنتوش كتعرفوا لا الفصاله ولا الخياطه وبغيتوا شي حاجه بعيده على الخياطه بصفه نهائيه، يعني شي حاجه تكون واجده شي حاجه اللي تشريو وتعاودوا تقلبوا فيها البيع، غادي نخليكم بعض الجروبات غادي تشوفوهم معايا هنايا في هذا الفيديو هذا اللي كيتباعوا فيه مصبابات صنادل سيكان حتى الحوايج يعني واجدين يعني جاهزين وتديو الربح ديالكم فيهم. وماشي اشهار، انا الحاجه اللي كنستافد منها كنحاول حتى نتوما تستافدوا منها. وحتى بالنسبه لهاد لونسومبلات هادو بزاف مطلوبين خاصه في هاد الايام المدرسه اللي جايه، البنات كيكونوا كبار شويه كتحتاج المدرسه حتى الاساتذه، حيت جايين عمليين خفاف ومبردين بحيث الجو باقي سخون شويه، وكتخدموا على حساب الجو على حساب الوقت اللي جاي، يعني وجدوا شي حاجه على حساب الوقت مثلا المدرسه جايه او على حساب عباءات حتى هما مطلوبين بزاف بزاف. ممكن اللي عنده شي شويه الفلوس تقدر غير ألف درهم، الا شريتي رولو 1200 درهم ولا 1000 هذا على حساب، كاين المدن اللي كيكون الرولو كيتقام عليهم رخص من هذا الثمن. الا شريتيه في الكحل تفصلي كامل عبايات، تفصلي فيه جليلبات، تفصلي فيه اخص بالاخص بالنسبه للبرادا والكريب، يعني كيتحتاجوا بزاف، كاين الكريب برادا كاين الكريب روزا، على حسب تاخذوهم تفصلوا فيهم عباءات اما ديروهم بالطرز ولا تخيطوهم غير سامبل عاديين كيتمشوا بزاف. ممكن تخدموا حتى بحال هذا الموديل اخواتي، هادو راه كيتحتاجوا، انا شخصيا خيطتهم للكليانات ديالي اللي بغاوهم للمدرسه، هذاك الشيء علاش حطيتهم لكم دابا. كتقول لك بان كيكونوا الوليدات جاوا من المدرسه كتبغي تلقى لولدها حطو تروسبور او لا تمشي تجيبو، كتجي سهله هذه اللبسه يعني كتقلبها كترجعها بحال الجلابه وكتعاود ترجعها يعني الحجاب عفوا والعباءه ديالو، كتجي سهله في اللبسه شي حاجه عمليه. انا من المدرسه راه كتعرفوا كي خصنا نكونوا واجدين مع الوليدات ديالنا، يعني حاجه تكون سهله وعمليه. حتى هادو كيتحتاجوا كيبقى على حسب الثوب، على حسب النوع ديال الثوب، ممكن ديروا في الكريب مكراش، ممكن على حسب ممكن الثوب ديال الخيط، ممكن حتى كاين اللي كيديروه في الثوب الملحفه، ولكن يكون شي نوع ديال الخياطه ماشي الثوب اللي كيتزاد وكيتجرجر في الطول هذا على حسب. ماشي غير البنيتات كيف ما قلت لكم، ممكن تخيطوا حتى ديال الدراري، وكاين افكار اخرى من غير الملابس وهذا كيف قلت لكم، يعني حتى الثوب الا لقيتو ثوب رخاص وبغيتوا تقلبوا فيه من بيع ممكن. كذلك هذوك الجروبات اللي غادي تشوفوا معايا فيهم حتى شي لان فيهم كل شيء بالجمله، كتاخذوا تعاودوا تقلبوا فيهم البيع وهذه حاجه سهله. اما اللي عنده صنعته فالحمد لله راه ذكرت لكم شنو تقدروا تخرجوا منها الحمد لله. ممكن تخيطوا حتى جليلبات اللي عنده شويه الفلوس، ماشي كنهضر لكم على الفلوس بزاف،
يعني ممكن تبداو غير بثلاثة ولا أربعة البياسات وكونوا كل جلبة في لون، أو مثلا فساتين كل واحدة تكون في لون. ممكن تبداو غير بالقليل حتى كيجي الكثير، يعني بداو بعدا. المهم إنسان يبدا، ماشي ما درت والو وانا غير كنفكر كل مرة كتجي فكرة. أو مثلا التأثير ديال الناس، بعض المرة شي واحد اللي هو ما كيدير والو في حياته، وملي كتمشي كتستشر معاه كيقول لك لا داك الشيء راه دارو واحد السيد وخسر فيه وهذاك ما نجحش فيه وهذا. جربوا انتوما وشتي، واخا نجربوا ونخسر ما يبقاش فيه الحل. المهم انني درت مجهود وجربت واستفدت. طبيعه الحال كل حاجه خسرنا فيها راه كنستافدوا منها، هذه خصكم تعرفوها. بالنسبه اخواتي الجروب اللي غنبارطاجيهم معكم ان شاء الله، انا راه ما عندي بهم زعما ما عندي منهم حتى شي ربح، ماشي اشهار ولا شي حاجه، يعني غير الحاجه اللي استفدت منها بغيت نبارطاجيها معكم وصافي. هادشي اللي كاين اخواتي. انا شخصيا حتى انا بحالي بحالكم، يعني حتى انا ملي كنلقى فرصه لقيت شي تويبات رخاص راه كنجيبهم ونخدم، وحتى انا كنقلب في فيسبوك، حتى انا كنقلب في اليوتيوب، يعني شي حاجه اللي نستفد منها بطبيعه الحال. يعني فيسبوك ولا اي سميتو راه فيه الحاجه الزوينه وفيه الحاجه الخايبه، يعني كل واحد كيمشي اش غادي نقول لكم، كيمشي للحاجه اللي باغي هو. صافي هادشي اللي بغيت نقول لكم. يعني مثلا باغي يستافد وباغي يخدم وباغي يطور من راسو راه يقلب على الحاجه اللي استفد منها. مثلا انا بغيت توب، دخلت كنقلب في الفيس، كنقلب في اليوتيوب، يعني في كيتباع التوب ديال بالجمله، وفين هما الجروبات اخواتي اللي بغيت نقول لكم هما هادو. بالنسبه للناس اللي قرابين شي بلاصه او اللي بامكانهم يمشيو للعين المكان، يعني بلاصه فين عند هاد الناس المحل ولا شي حاجه يمشيو من الاحسن. انا حيت ما ماشي زعما كنعرفهم ولا شي حاجه، انا راه بعادين عليا. كاين هاد الفكره اخرى ديال الحجاب نينجا اللي عندكم، التوب ديال ليكرا، حتى هما مطلوبين وانا شخصيا خدامه فيهم بزاف الحمد لله، يعني لقاو اقبال الحمد لله كيشروهم الناس. وكدير معاهم غير الشال، كتبدل معاهم الشال من الفوق، يعني ماشي مخيط معاهم. لاحظوا معايا هادو هما البواقي اولا التوب اللي كنلقاه بعض المرات رخيص، لقيت شي توب رخيص. يعني مثلا فاش كنمشي نشري التوب الا لقيت شي قطعه بقات زايده عند السيد اللي كيبيع التوب مثلا اللي كيبقاو ليه في الرولو، كناخذهم شي ثمن ناقص وكنخدم فيه شي موديل. اخواتي اللي بغيت نقول لكم ردوا بالكم، وبالاخص ملي كيكون الضغط ديال الخدمه. انا نقول لكم شنو اللي وقع ليا، دخلت عندي السيده صراحه للمحل، كان عندي ناس، عندي بزاف ديال الزبائن ما شاء الله الحمد لله، كانوا عندي، كانت الدنيا عامره ايامات ديال العيد اللي كنقرب العيد، كانت الدنيا عامره. واستغلت هذيك الفرصه، السيده نقيه لابسه مزيان، تليفون في يدها، المهم بلا ما نقول لكم يعني سار الطوموبيل هذا، ما بينش عليها نهائيا انها غتنصب عليا، وصراحه ما نسمحش ليها والله زعما بقى فيا الحال بزاف. لكن الحمد لله، الحمد لله اللي جات غير في شي حاجه اللي ديجا كانت غير ديال البيع في المحل، ما داتش ليش حاجه ديال الكليانات الحمد لله. بغيت نقول عليكم باش حتى نتوما تردوا البال، هاد السيده هذه وقفت في المحل كتقلب واش عندك شي حاجه ديال البيع، عندك شي حاجه واجده، بديت كنوريها موديلات غير بعيني هكا كنعت ليها، حيت الناس كنشد لهم العبار، كاينه اللي كنتفاهم مع الثمن، كاين المهم راه عرفتوا ملي كيكون الضغط ديال الخدمه. صافي المهم السيده اختارت البياسات اللي بغات، قالت لي عرفتي شنو ممكن، عافاك واش ممكن نوريهم لبنتي، عندي في الطوموبيل عندها التربيه. وبطبيعه الحال انا وافقت، قلت لها ماشي مشكل. خرجاتهم السيده فاش بداو كينقصوا عندي شويه الناس، وتفكرت انا اصلا نسيتها في الاول باش خرجات، مشات من البال ديالي، خرجت عند سيكوريتي كنجري من تفكرتها، قلت لي واحد السيده شنو لابسه، قال لي خرجات من هنا من هذا الباب، قلت ليه الطوموبيل شمن طوموبيل، قال لي ما كاين لا طوموبيل لا والو، مشات غير على رجليها، مشات هكذا قطعت الشنطه، ربما شدت الطاكسي او حطت الطوموبيل بعيده فعلا او الله اعلم. يعني اللي كيكون حرفه ديالو كتكون خدمته كينصب، كيكون دارس داكشي مزيان. وكاينه وحده اخرى اللي ما كتعيش في المغرب، يعني خارج المغرب، المهم كتعيش السيده فرنسا في كتعيش، كانت وصلت صيفطات ليا في الانستغرام، قالت لي عجبوني تبارك الله عليك، دخلت حتى للقناه ديالك وهذا وتبارك الله عليك، خدمه زوينه وهذا، المهم واش كتخيطي للناس، قلت لها مرحبا كنخيط للناس. المهم اختارت داكشي اللي بغات، اختارته ليها ولعائلتها، يعني ماشي وحده ولا جوج، راه تبارك الله اربعه بيهم اللي اختاروا، قالت لي وحده ليا، وحده الام ديالي لبنتي ولادها ومرات ولدها. المهم اختارت الحوايج اللي خاصنها، فيهم كنادر، فيهم قفيطن هكذا بالثوب ديال الحرير، فيهم يعني بزاف ديال الحاجات اللي اختارت، كسيوات، هادشي اللي كاين اخواتي. المهم اختارت داكشي اللي بغات، قالت لي حتى الثوب منين تبغي تشري ليا بغيت نشوفه، ديري ابيل فيديو نشوف، درت داكشي اللي بغات كامل حتى الاخر،
ومن بعد وجدت لها الحويجات، صورتهم وريتهم ليها، قلت لها المهم ها الحويجات ديالك هما واجدين، وقالت لي والقياس ما عرفت عندك ما يجيوش قدي. قلت لها المهم شديت السنتيم، يعني خدات مني واحد الوقت، نيت خدات لي وقتي. المهم حتى عطيتها العبارات كاملين، هاد الطول ديال الكم، هادي شحال فيها في الكم، هادي شحال فيها في الكتاف، هادي فيها الطول، هادي كاين منهم اللي قالت لي نقصي لي فيهم الطول، درت لها خاطرها ونقص لها. المهم داكشي حتى رضات عليه صافي. ومن بعد قالت لي عافاك صيفطيهم ليا، راه عندي البنتي الكبيره عندها عيد الميلاد وهذا ونحتاجهم. قلت لها واخا مرحبا. صافي مشيت باش نصيفطهم ليها، وانا كنتلاقى السيده كنعرفها حتى هي خياطه، لاباس لاباس. قالت لي هذا، قلت لها واحد السيده شنو؟ قالت لي ردي بالك واش بعدا صيفطات لك الفلوس. قلت لها راه صيفطات ليا الكود البارح في العشيه، صيفطاتو ليا. قالت لي تاكدي منه، سيري خرجي فلوسكم اللون. سبحان الله، بحال لي ربي يعني سخر لي ديك السيده، جات قدامي ونقدات الموقف. الحمد لله كنشكرها بزاف بزاف والله العظيم. هي راه عارفه، راه اتصلت بها وشكرتها وهذا لان نقدتني. المهم فاش مشيت نخرج دوك الفلوس، الكود ما كيعطيش، يعني مشيت ماشي لاجونس وحده ولا جوج، يعني صافي اللي كنعرف مشيت ليهم. نفس الهضره، واحد فيهم هو اللي كانت تهضر مع هذيك البنت، قالت لي راه ما عطانيش هذا الكود ويجو. قال لي اختي واش ديجا خرجتيهم؟ واش عطيتي الكود لشي حد؟ واش هذيك اللي ما عطيت حتى شي حد وانا ما خرجتهمش؟ قال لي شوف راه كيقدروا يديروا واحد القضيه انهم كيصيفطوا لك الفلوس وفي نفس الوقت كيعاودوا يسحبوهم، يعني كيعاودوا يرجعوهم ليهم، يعني كيرجعوا ليهم داك الفلوس ديالهم. بغيت نتاكد، اتصلت بها قالت لي لا ما يمكنش يكون هذا الشيء وانا ماشي اول مره وهذه، لا ما يمكنش نضيع انا في الفلوس وفي الحوايج، واش دابا انت الحوايج صيفطيهم؟ قلت ليها اتصلت ديك السيده، قلت لها راه اش قالت لي؟ واش قالت لي؟ راه الصراحه زعما حشمت منها، وقالت لي شوفي راه واخا كيخرجوا عينهم واخا هذه راه كتكون غير كتكذب، شوفي غير قول ليها انا صيفط لك، سيري صوري سميتو الامانه ولا دافيك تصيفطي ليها، صوريها مع على برا وصيفطها وقول لها انا صيفطتهم لك. داكشي اللي درت صيفطتهم، كنت دايزه من ديك الجهه صورت وصيفطت لها، قلت لها صافي راني صيفطتهم لك وانا ما صيفطتهمش ليها الصراحه. المهم من بعد السيده دازت تقريبا غير نهار، لانني ما صبرتش وعاود صيفطت لها، قلت لها عافاك داك الكود راه نفس الحاجه. قالت لي واخا غنعاود نشوف غنعاود نشوف، وهي تبلوكيني، بلوكاتني. دازت واحد الايامات، عرفت راسها الحوايج راه ما وصلوهاش، كتعاود تصيفط لي وهضرات معايا، قالت لي عافاك راه سمحي لي بزاف، راه التليفون وقع لي فيه واحد المشكل وهذا، وهي هضرات راسها. قالت لي لا دابا اللي غادي يتصل ولا اللي غيصيفط لي غيتسحب له غير مبلوكيه. قلت ليها راه داكشي اللي قلت حتى انا، قلت لي ودابا المشكل الحوايج شفتهم كاع ما وصلوني. قلت لي حتى انا راه الفلوس مازال ما وصلونيش، المهم انت غير صيفطي لي الفلوس وراني نصيفط لك الحوايج. قالت لي دونك انت ما صيفطتيهمش؟ قلت لها لا الصراحه ما صيفطتهمش، حيت صيفطي لي الفلوس وغادي نصيفط لك الحوايج. صافي عاودات بلوكاتني مره اخرى. وهادشي اللي كاين قلت لكم غير باش تستافدوا وتردوا بالكم، ما تطيحوش بحال هاد الامور هاد. انا الحمد لله لقيت السيده قدامي، لو ما كانتش كنت فعلا غنصيفطهم ليها.